أنا اسمي مريم أحمد خليل، طالبة في كلية فنون جميلة في السنة الأخيرة. وعملت المشروع ده لأن أنا اكتشفت إن إحنا أو أنا بعاني من نفسي، أنا مشكلة إن إحنا ما بنتقبلش بعض، بنقعد نقول كومنتات على بعض دايما طول الوقت، في المترو، في الشارع، في القهوة، في الكافيه، في الكلية، في أي مكان عام، في أي حتة بنقعد طول الوقت نقول كومنتات على بعض وما بنسيبش بعض في حالنا، لدرجة إن إحنا بقينا زانقين بعض في دايرة مفرغة، إن طول الوقت إن إحنا خايفين يتقال علينا كومنتات وبنقول على الناس كومنتات، فمحدش بالتالي بيعمل اللي هو عاوزه، وكمان ان احنا ما بنتقبلش حتى مظهر بعض، فبالتالي عمرنا ما هنتقبل افكار بعض. اللي احنا بندعي طول الوقت ان احنا بنتقبل افكار بعض، وده ما بيحصلش. كمان انا جبت الصور، اتصورت بالكاركترات دي كلها او الشخصيات دي كلها، والصور تم عرضها على الناس. انا ما كنتش موجودة عشان الناس تقول كومنتاتها براحتها، يعني صحابي خدوا الصور وبدأوا يوزعوها على الناس وبدأوا يجمعوا الكومنتات دي، والكومنتات دي الناس كانت قالتها first impression، يعني انطباع الاول ليهم عن كل صورة، وبتبين قد ايه ان احنا يعني محدش فينا خالص بيتقبل التاني خالص، ومش عارفة احنا ازاي هنقدر نعيش مع بعض كده او ان احنا ازاي كده. وزائد ان انا كنت عاملة الموضوع ده علشان خاطر ان انت لما تيجي تشوف الكلام ده تقف شوية قدام نفسك، اللي هو طب انا انت هتلاقي الكومنت بتاعك وسط الناس دي، ممكن جدا تتفرج على الصورة وتلاقي الكومنت اللي جاي في دماغك وسط الناس دي. بس يعني ببساطة انا بتكلم عن تقبل الاخر او عدم تقبل الاخر.